يعني يا ريت احد من المسؤولين الكبار يطلع يتفاهم ويا هذا الشعب ويا هاي المظاهره ويقول كلمه الحق للشعب هالمره. اتصور عيب الاستهانه بالشعب، كافي، استحوا على دمكم، استحوا على انفسكم، هذا شعبكم، هذا شعبكم في يوم من الايام كان مغرور بكم وجابكم، الان عرفوا كل نواياكم، عيب عليكم، اطلعوا حاجوهم، اطلعوا فهموهم، اطلعوا وعدوهم بالصح. عاش العراق، عاش العراق. ماكو مطالب، ماكو مطالب، الشعب يقول ماكو مطالب، الشعب يقول ماكو مطالب. يضرب مسيل الدموع جوانا، رمي حي قدام تظاهري، ها شوف الاسعافات قاعد تنقل عندكم، ها ايش طلبنا؟ طلبنا من عندهم حراميه نشال حاطين ايرانيين هذا يرمون علينا هاي وينهم؟ بكل عماره ناس بيقنص، بكل عماره، بكل عماره واحد خيس عندهم كل عماره نشال حبيبي اكو بالقانون العسكري اكو عسكري واكو متلزق. انا الان جاي نوجه متلزقه ما نوجه الاحزاب ما نوجه العسكري جندي، هاي المتلزقه جاي يضرب الانسان المواطن جاي طالب حقه اللي كفل الدستور التظاهر حق دستوري اللي سويناه لا ضربنا لا اذن احد من عندهم، هاي قدامك جرحى، انا انسان جاي من البصره اللي هنا جاي اظاهر اصدقائي مهندسين خريجين واللي قاعدين بالبيوت، العامل الاجنبي جاي يشتغل بالبصره وبالحقول النفطيه ومن البيت قاعد بالبيت، لا شغل ولا عمل، لا حبيبي ما يد اي واحد يجي وياني، ما يد اي واحد يجي وياني، ما يد اي واحد يجي وياني، اريد احنا الشباب اللي نقود انفسنا لا خبطة على الاحزاب، احنا نحط انفسنا بنفسنا على الاحزاب، ما نريد احزاب ولا نريد جماعه شو اسمه السيارات المضلله ولا نريد اي حزب، احنا مستقلين، احنا نريد حقوقنا. هذول ايرانيين كلهم ايرانيين ترى، والله مو عراقيين، العراقي ما يضرب اخوه، هذول كلهم ايرانيين والله، والله العظيم ايرانيين، ولو عراقي ما يضرب اخو العراقي، واحد يسامح شناب وكلهم حراميه، وان شاء الله احنا ما نروح عندهم. والله عم طلع دق يا اهل يشعلنا طاير يا اهل يصيح اهل المي حطوا كبشه وقوطوا المحلات ما ادري وين ودوا كلهم مخابرات واستخبارات ورمي فوق انا فوق انا رمي هذا انضرب طلقات بالجو وجا هذا الحج خطي يضربه بصفحته طلقات شنو ذنبه وهذول اهل المي كلها حطوا كبشه بيده وطبوا المحل هاي اعتقالات الفلس هنا مرجعيه شنو اعتقالات الفلس هنا حط بيده كبشه وفوت اهل المحل اهل المي واهل البيبسي هذا الشايب خطي يرموه المرجعيه شنو والله عم يطلب نفزع من دول السودانيين اشرف منهم يعطونا فتوى اسمه نروح للحسين ماشي يعطونا فتوى يعطونا اهل المواكب يعطونا اهل المواكب يعطونا فتوى انطب الخضراء بدل ما نروح للحسين ها انطب الخضراء الحسين فتوى عمل الحسين مقع قاتل غير الدين والاسلام هو ظلم هو ظلم هو ظلم هو ظلم يا عالة عمي يا ظلم هنا هو ظلم هنا انا ما راح اشوف سيد اكذب عليك انا اكذب سيد كم تكذبون طيب سيد هسه مني ما تكذب اريد مال السيد علي الشريف ولا ماكو شرف القواد الناس هالشعب هاي عم العالم طلعت عم العالم طلعت طلعت ترى من ظلمها من جوعها ترى ما طلعت فايخه الجرع ما تجرع فايخ شنو عم العالم انتوا المراجع بيكم انتوا الشراب وانتوا القدوه انت عبد المهدي الكربلاء من تطلع انت وعمامتك الفقر فقر مو عيب يا فقر مو عيب مو العالم مو حتى طلعت من الطريق حتى تعرض العالم يا فقر ماكو هسه طلع اي واحد طلع تعدل عشان 5000 دينار اي واحد شباب هسه اهل المواكب خلي يطلعون مو قاعدين بالمواكب خلي يطلعون اهل المواكب كل واحد عنده موكب خلي يعوف الموكب ويطلع يطلع باب الخضراء ان شاء الله نجوم سلبيه حسبي الله ونعم الوكيل شوف الدرع عشان طلقه مسدد طلقنا باسم الله ومحمد وعلى الله اكبر بي بس هذا احنا هم خلاص استخدموا بينا والله كريم نحن لا نطالب بتحقيق احلامنا مطالبين بتحقيق حقوقنا شكرا الشهداء الذين سقطوا في هذه المظاهرة السلمية ولكن هي ليست بسلمية لقد رمونا بالرمان الصوتي والدخاني والرصاص الحي وهيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة
سلمية، هم سووها سلبية، إن شاء الله إن شاء الله تنقلب عليهم، سينقلب المنقلب بجاه محمد وآل محمد، إن شاء الله حبلهم صغير وجايينهم بأقرب وقت بالسلبية إن شاء الله. اريد اودي رساله لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اقول له بس شغله واحده، اريد اذني جاي يضربون بين العالم، اذني الدخانيات فلوسهن يوزعهن على هاي العالم الفقره كاتلها الجوع بدل ما يطق بيها الشعب زين، واتمنى هاي الرساله توصل. شكرا. تبعد قدامك وصور، هاي جاي يرمون، هو بعد صورة وصوت بعد واحد ما يحتاج يحكي. من أرض الأحرار باع، احنا شايلين أعلام لو ما شايلين أعلام، باع بيش يقابلونه، بس صورها زين بيش يقابلونه بالقنابل، بالقنابل يقابلونه، باوع هاي قنبلة، هاي قنبلة. صور دول الأبطال، أبطال. سلمية ثورتنا وفكر ضد برلمان الفاسد، نواب بي بس بالاسم بس للخمط متعاقد، احزاب تقرط خبزتك، احزاب تقرط كعكتك، لا تنخدع لا تعاند، وحسين علمنا درس ثورة ونهجها خالد، هيهات للذلة نطخ راس، هيهات للذلة نطخ راس، وسكتنا نواعد لوين تصبر يا شعب، مطحت مطحت مو كافي تعب، لوين تصبر يا شعب، مفرفحت من الغضب، شي ساكت وشي جامد، هاليوم جت ساعة صفر، اعلن بيان الواحد، اعلن بيان الواحد. ترمي المظاهرين، ترمي بحقهم، ترمي المتظاهرين بخراب المياه، المياه الحارة. خلص مي وبيعوني، لو تخلص مي وبيعوني، هاي الحكومة بلا شرف، مصير الى الخضراء وليس الى كربلاء، Stop!
مثل ما تتابعون تشوفون انه الدخان الغاز السام يضرب المتظاهرين الذي يحمل سوى راية الله أكبر وراية العلم العراقي فقط.